بهذه الفيلا المهجورة والمخيفة على مقربة من واد المهراز بفاس، عثر مجموعة من المواطنين على جثة الشابة فردوس أندلسي التي اختفت عن الأنظار منذ أوائل شهر يونيو الماضي. اكتشفت الجثة صباح يوم السبت 22 من أكتوبر الماضي بعد أن لاحظ المرء انبعاث روائح كريهة من المكان قبل أن يتم العثور على 3 أكياس بلاستيكية. عثر داخل إحداها على الجزء السفلي لجسم الهالكة، إذ قام أحد المواطنين بتمزيق الكيس الذي كان يعج بالذباب نظرا لاقتراب تحلل الجثة في حين تم العثور على باقي الأعضاء مقطعة بالأكياس الأخرى. وفي صدمة ورعب شديدين أخطر المواطنون عناصر الأمن بالمدينة لتباشر هذه الأخيرة تحرياتها المعمقة والطبية، والتي أباتت في نهاية المطاف على أن الجثة تعود للشابة فردوس أندلسي بعد أن قام الجاني بتقطيع جثتها فيما يبدو بواسطة منشار كهربائي ورميها بفيلا مهجورة بطريقة وحشية. ولا زالت الأبحاث تجري على قدم وساق للقبض على هذا الوحش الأدمي وتسليمه للعدالة.